الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الزاد الأول من هذه الأزواد العشرة، وهو أعظم زاد على الإطلاق، وهو زاد التقوى. زاد التقوى، داعي بلا تقوى لا خير فيه. وقد اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف التقوى، وهو من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد. فمنهم من يقول أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، صح، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا كلام صحيح. وقال بعضهم التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، برضو هذا صح. وبعضهم قال إن التقوى هي اتقاء ما حرم الله عليك وأداء ما افترضه عليك، وبعضهم قال هي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية. ويكفيك في أهمية هذا الزاد أن الله عز وجل قد أمر به بخصوصه في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعظم زاد يتسلح به المسلم والداعية إلى الله عز وجل تقوى الله، تقوى الله عز وجل، أن يتقي الله في تعليم الناس، أن يتقي الله عز وجل في فتاوى الناس، أن يتقي الله عز وجل في الحرص على إيصال الخير للناس، أن يتقي الله عز وجل فيما تعلمه من العلم الشرعي، وأن لا يشتري الدنيا به، وأن لا يسخره لإرضاء حكومة أو جهة معينة، وأن لا يسخره للرياء ولا للسمعة أبدا. متى ما تخلف ميزان التقوى في قلب الداعية اعلم أنه سوف تصدر منه بعض الأفعال، بل كثير من الأفعال التي لا ينبغي صدورها من المسلم فضلا عن الداعية إلى الله عز وجل. فالتقوى هي الزاد الأعظم الذي ينبغي أن تنطوي عليه قلوبنا جميعا. وحقيقة التقوى ليس هي فيما يظهره الإنسان في حال وجود الناس، لا، لأن كل الناس يخفون قبائحهم خوفا من العيب، ليس خوفا من الله عز وجل، لكن حقيقة التقوى هي ما تفعله فيما بينك وبين الله في حال خلواتك. إذا كان ثمة إيمان يحجبك عن مواقعة الذنوب والمعاصي فأنت متق. إذا كنت كثير التعبد لله عز وجل في السر فيما بينك وبين الله في مكان لا يراك فيه أحد من البشر، هذه حقيقة التقوى. حقيقة التقوى إذا تعارض الدين والدنيا، إذا عرضت عليك أموال طائلة أيها الداعية في استصدار فتية واحدة وأنت مفتقر ومحتاج للمال، محتاج للمال، وليس بينك وبين تلك الأرصدة الهائلة إلا أن تقول حلال، كلمة مكونة من أربعة أحرف فقط، ثم تمتلك بعدها ما تشاء من الأموال، هنا حقيقة التقوى، هنا حقيقة التقوى. كثير من الناس تنزلق قدمه بسبب هذه الإغراءات التي تأتيه من ها هنا وها هنا، لما؟ لتخلف ميزان التقوى في قلبه. ولذلك الله عز وجل رد أمور الشرع كلها، بل أمور الكون كلها، إلى تحقيق التقوى. أعظم مراد لله عز وجل التقوى، التقوى. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا المقصود الأعظم من التعبدات هي التقوى، المقصود من الصوم لعلكم تتقون، المقصود من الحج واتقوا الله، المقصود من الزكاة للمتقين. يختم الله عز وجل العبادات كلها بأن المقصود الأعظم منها التقوى. فالذي يصلي الفرائض الخمس ولا يتقي فكأنه ما صلى، الذي يزكي ويصوم ويحج ثم يرجع إلى معاصيه وذنوبه بلا تقوى هذا كأنه لم يفعل شيئا، لأن العبادة التي لا تثمر مراد الله عز وجل منها فوجودها كعدمها. التقوى موجبة لكفاية الله عز وجل للعبد، بل ما يصيب بعض الدعاة من أعدائهم قد يكون السبب الأعظم وراءه هو ضعف تقوى الداعية. لو أن الداعية تسلح بسلاح التقوى لدافع الله عنه، الله يدافع عن المتقين. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وأعظم مراتب العبودية التقوى. ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل إن أعظم مراتب محبة الله للعبد هي في التقوى. قال الله عز وجل
إن الله يحب المتقين. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون، بل إن أعظم ما يحمي القلب، قلب المسلم والداعي على وجه الخصوص، أعظم ما يحمي القلب من الشيطان هي التقوى. الشيطان لا يستطيع أن يهجم على القلب المتقي أبدا، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بالتقوى يعرف كيد الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يصل إلى قلبك أبدا بالتقوى. فإذا يجب على الداعي أن يربي نفسه دائما وأبدا على التقوى، وأن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فالداعية المتقي يعرف في ألفاظه، يعرف في أقواله، يعرف في تعليمه، يعرف في خشيته، يعرف ببكائه عند ذكر الله عز وجل، يعرف في ترفعه عن الدنيا وحطامها، لا يشارك أهلها في شهواتهم، ولا يلهث وراءها، ولا يسعى إلى تحصيلها، ما جاء منها كفاه ولو كان قليلا، ويكاد الناس أن يشيروا له بأن هذا من المتقين. وقلب الآن في ذهنك بعض الشخصيات التي تنسب إلى العلم والدعوة، أنت بنفسك قد تقول هذا متقي وهذا ليس فيه تقوى. فالتقوى وإن كانت عملا باطنيا وشعورا باطنيا وعبادة باطنية، إلا أن لها آثارها على القلب. هذا أعظم شيء، هذا أعظم شيء يا أيها الدعاة. الله بالتقوى، الله بالتقوى.